كان معكم عبيد ريبن وايمن شليطن صلاه الله انظر يا ايام عيت بغدوة وتوحشتك يا ريما. الوالده ديالي في مستشفى، اذا كان ممكن تدعيو معاه. الله يجازيكم بخير. لا ناخذ كثير من وقتك. هذا اول لقب تفوز به، اول بطوله. الله يهديك. هذا مذيع جزائري من بين سبور اسمه الخضر بالريش. بايستا صاحبي سيمبولو اللي طيح راسو مع اتلتيكو مدريد ومع الوداد ومع اشبيليه الدمع بزاف ديال الالقاب، ولكن بونو عطى العصير بالفن وفي كاس كبير. ولكن قبل ما نشوفوا الفيديو ديال سيمبولو، غندوزو الفيديو ديال اوتراس ديال مدريد في النصف النهائي اللي جمع ما بين ريال مدريد والبايرن ميونخ. الاوتراس عندهم خريطه مكموله في الظهر ديالو. اللي بغري اللي مدريدي إبا في الكومنتيرات. العالم كامل دابا شاد كاريطة المغرب، قميص ريال مدريد. بغينا واحد الحاجة بسيطة، إذا كان ممكن أي واحد كيشوف فيديو يعمل لايك، حيت الجزائريين كيدخلوا السيناريو القناة والقناة كطيح بزاف، يعني ما تخسروا إذا درتي لايك. إذا بغيتي بغي يعني دعمنا وشكرا. إلا عجبك المحتوى ديالنا طبعا بغيتينا نستمروا. خوتي دابا غنشوفوا قنبلة ديال الفيديو، ياسين بونو مع المذيع الجزائري. أجي تفهم. أجي تفهم. الذي غير أشياء كثيرة أيضا في نادي الهلال، خاصة المنظومة الدفاعية. يعد مدافع من بين المدافعين وليس حارس فقط الخبرة. كابتن مساء الخير، مبروك مبروك. شكرا شكرا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حدثنا عن هذه التجربة. واه صراحة تجربة ممتازة. حق أن نادي الهلال نادي اللي صراحة ماشي عادي، كتحس بأنك في عائلة أكثر من النادي ديال كرة القدم، وهذا الشيء اللي كيخلي كتشوف واحد الروح قتالية ما بين اللاعبين وواحد التنافسية اللي كتخليك تفوز بالأرقام. لا ناخذ كثير من وقتك. هذا أول لقب تفوز به؟ أول بطولة؟ الله يهديك. الله يهديك. لا كدوري يا كابتن. يعني كدوري كبطولة محلية. أنت فزت مع إشبيليا، كنت متألق في طبعا البطولة الأوروبية، لكن كبطولة محلية. مذيعين اخرين ما فيهم والو، فين كيشوف اخر بغا يهضر معاك. المذيعين اخرين جاهم الدوخه، الراجل وصل مع المغرب تسلكوا نسني عيد تشني اسمه اشبيليا، مخلى ما الدمع في الالقاب القفه ديال هذاك، مخلى ما الدمع الوداد، مخلى ما الدمع هذاك. الاخر جا قال له هذا اول لقب عندك محلي. شمن محلي؟ الله يهديك اصاحبي. حضرت اللقب مع نادي الوداد مع اتلتيكو مدريد، ولكن هذا اللقب يعني كنت يعني لعبت كاع المباريات، كان عندي واحد الدور مختلف. نعم. فبالنسبه لي انجاز مهم. ماذا تنتظرون في المستقبل القريب؟ المدرب ماذا يريد منكم؟ وكما قلت لك باقي لنا واحد الهدف واحد اخر اللي هو نحاول نكملوا الدوري بدون هزيمه، وباش نكونوا واجدين المباراه النهائيه ديال الكاس اللي هو توا من الاهداف ديالنا هذا السنه. وتتصدى لكرات كريستيانو رونالدو. ان شاء الله ان شاء الله. مبروك كابتن مروان. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. بغيت الراي ديالكم في التعليقات، كيفاش جاكم الرد ديال ولد المغرب ياسين بونو؟ راه كيجاوبوا اي واحد في التعليقات، ما راه كنجيو نتحشموا لشي حاجه، اي تعليق كيما كان نعطي الراي ديالك فيه. اجي 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 ولكوين اجي اجي عمي بصبع تسمع اجي. رسميا كاس افريقيا التي سوف تنظم في المغرب. شنو فيها؟ فيها الكره بخارطه المغرب وبالصحراء المغربيه. اجي تشوف اجي تشوف. احب من احب وكاره من كاره. ماروكو ماروكو المغرب هات المغرب من المغرب 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 في العربية أنا المغربي أنا المغربي أنا مغربي.
الجزائري كاين واش يجيب كاس افريقيا ولا ما يجيبش؟ لا والو، شوفوا البطوله ديال اسيا ولا اوروبا، شوفوا مع عمي ماكرون يعدلكم يدخلكم معاه في لا كوب كوبا دوروبا. بريد الاخر راني شحال صباح مع لابو الاطلس، تحياتي لليوم ديال 17 عام عطاوهم 4-0. الكاغوليين بقاو كيتمناو يتقصى ينسحبوا يخسروا بثلاثة وما تخسرش باربعة، يعني مع المغرب خاسر. لعبتي او لا انسحبت؟ وبالمناسبة نشوفوا مدير جزائري قال لك لعيبة جزائرية تلعب في وسط عقله. في وسط عقله كاع شني قال؟ تلعب في وسط عقلي، عفوا بل تلعب في وسط الاهلي، وهذه لو انا كنت حارس مرمى ولعبنا ضدها كنت اشرع لها المرمى واقول لها يلا سجلي في المرمى وسجلي في قلبي. داخله تجري بسرعه لقلبي، قصدي بسرعه للميدان، بسرعه للميدان. هذا وعباد الله اشوا هذا الجيران الظلال على المباشر. عشيرة قاسمة صوفيا بالمنكاية. علاش؟ علاش؟ 4-0. اجي تسمعوا شنو قالت لك فوزي القرد، عرفت خطة فوزي القجع؟ عاود تاع القجع اللي راه يتعامل بها هي البنات الصغيرات شويبات جديدات يدو شنوهم واش صحق خويا؟ صحق هذا وي بعثت لك شوف قال نو يفو با ما تبعتليش واحد سيزون شويه على بالك انا عيان شويه على بالك انا كبير على بالك نعرفهم كاع الكونسي تاع لاكاف هذوك عرفت. شوفوا شفت 52 بريزيدون تاع الهيئه الكره تاع الهيئه الكره الافريقيه، شفت البريزيدون تاع السينيغال لا الفيديراسيون السينيغاليه والفيديراسيون تاع غامبيا 52 بتاعنا حنا كان زفزاف 53 والكلب تاع القجع اللي ما جاش شتهم يحوسوا غير على يدش نوبرك تجي دروكا تدخل لي في راسي باللي مصر ولا تشكر في الاخر. وين راكم القنوات العار؟ وين راك الدراجي عندك شهره وعندك 6 ملايين دافع على بلادك، نتحداك دافع على بلادك. اخر فيديو اللي خرجته ها حطوا لك الشنوي غالي قاعد تقولوا مين على البور راسه تاع البوليزاريو يحرق الراسه تاعهم. وين الدوله هنايا؟ دوكا فهمونا كاين جماعه دوكا داخل مراركا وما على بالناش بيهم، كاين جماعه راه في الحكومه وما على بالناش بيهم، كاين الناس راهي في الميليتير مع دوريجين ماروكان وما على بالناش بيهم، باسكو جميع من واحد يدافع على المروك، جميع من واحد يدافع على المروك ماشي المغاربه الاحرار. كتهضر على بوليزاريو، شكون رئيس بوليزاريو شنو سميتو؟ ابراهيم غالي. السيد ما مسوق والو، السيد ما كيخرجش مره وما بحال السيد واكل شارب ناعس مغطي كيسافر في ما بغى على وجه على 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 طرد من الجزائر عامل كارغولي. تصريح رئيس الزمالك المصري اعطى التصريح ديالو على كرم الضيافه المغربيه والاستقبال الذي يليق بسيادته. جدا والضيافة على أكمل وجه، وإن شاء الله منتظرين أهلنا من المغرب يجوا في القاهرة ويشرفونا، وإن شاء الله تبقى الأجواء زي هنا، كل الأجواء كانت ميسرة وكانت الضيافة على أكمل وجه بصراحة. مرحب بيهم في بلدهم الثاني القاهرة، إحنا يشرفنا الجمهور المغربي يجي ويحضر المباراة، والنصر إن شاء الله يبقى حليف اللي هو يبقى حظه أعلى. المباراة كانت عصيبة جدا، فريق المغربي بركان لعب كويس، وفريق الزمالك في الشوط الأول ما كانش كويس، إنما في الشوط الثاني قدروا يمسكوا نفسهم، والمباراة طلعت جميلة وظريفة. دولة مصر الشقيقة على راس عينا وراسنا، مرحبا وألف مرحبا إمتى ما بغيتو وإمتى ما جيتو، دارداركم وما كاينش اللي يزولكم. عندي ديما كتير فنانين، واحد الفنان المصري نسيت شنو اسمه كان تلقى ملك محمد السادس في الزنقة وقال لك تأثر بداك الموقف هذاك، تلقاه وجبروه في الزنقة بحيث قالوا علاش فين الحارس ديالك؟ قال له انا كنتمشى في وسط الاهلي مشاش الحارس ديالو. قال لك داك الموقف بقى في راسه في بالو، عطاه قال لك عطاه واحد الاحترام كبير لمحمد السادس وبانه ملك متواضع وخا يعني وصل واحد المصير كبير بزاف. هادي قاس من مسائل الخفيه ديال الملك محمد السادس بانه كيخرج كيتجول في وسط المغرب كيما بغى وفوقاش ما بغى بدون حراس وبدون بروتوكول، يعني بلاد الامن والامان.
المهم اخوتي حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه لا فيديو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش لايك سبسكرايب فعل الجرس تخلي تعليق زوين بحال هكا وبارطاجي الفيديو مع عشرانك باش تم باش القناه تكبر ومستمر وحاجه كل نوبه جديده دعمونا بالتحفيز فهمت. كان معكم قناه ركات السعاده. كان معكم عربي زريبن وايمن شلايطن تهلاو تهلاو هذيك لا تكمل الحاضي بقى حاضر.